السلام عليكم. تكنا وضحايا جبهة البوليزاريو، وهذا جايل سيدي يوسف. هذا راهو يامس الرئيس الإسباني استقبل رئيس جمعية المفقودين في البوليزاريو الكنارية اللي بوها كان في حباس الجبهة ونفقد هذا هذه وهون عدل الرئيس الإسباني أثلت نقط أساسيات. النقطة الأولى قال عنه ضد الإرهاب اللي استعملته لا يطأ، وضد الإرهاب اللي استعملته الجبهة، وضد الإرهاب اللي استعمله له كناريو. هذا هو اللي جديد، وهذا يفرح يتكنا ويفرح الضحايا ويفرح العدالة الدولية. مرحبا وسهلا وأهلا بكم هذا الصباح، والله لا مرحبا. السلام عليكم. صحيح الأخ جاي، مرحبا بك والمجموعة كاملين، تسلم عليكم. وصل حق الطاغو مابو الباركو اللي خبطوه، وكروز ذي المار والخونكيتو ياسم القوارب، و 300 رقاج هي اللي طالبة الحكم على هذو المجرمين، وفيهم اللي واحدين كانوا خدامين في صفات ديك الساعة اللي مقتولين. والله هذاك خارج واحد القارب كروز ذي المار، هذاك كانت فيه 14 رقاج ومعاهم طفيل صغير عنده 14 عام. الكابيتان خالو ده لا يستدر معاهم يشوف كيفاش يخدموا الصيد البحري. قلت لهم كانوا يمسكين وقفوهم، وتم يطلب لهم هذاك الكابيتان قال لهم خلوا كنت في الواحد خلوا حي، قالوا هذا بريء حتى هو قتلوه معاهم. وهذه بالنسبة لهذه القضية ديال هذا الطفل الصغير اللي عنده 14 عام مسيكين، هذه حكاوة اثنين خوت هما خبطوهم في الليل طلعوا في القارب وقالوا لهم وقفوهم باش يترتلوهم، ورصفوا اثنين للبحر في الليل. عقب جبرهم نهار الثاني قارب هما دي حكاوا القضية ديال الطفيل وكيفاش قاموا بالقتل، وكيفاش عقب ذاك داروا الغنبول في القارب طردوه كامل. وهذوك مشاو يعوموا اللي على العود على الظلف. السلام عليكم. هذا مطلوب البرلمان الكناري ولا يفتح تحقيق حول الجرائم اللي ارتكبت جبهة البوليزاريو في حق الإنسان الإسباني الصحراوي الإسبانيين والإسبانيين اللي هي قضية طاغو ماغو. إذن هذا بالنسبة للبرلمان الكناري لا يطلب فتح تحقيق. مرحبا وسهلا وأهلا. هذا قايل سيدي السلام عليكم ورحمة الله. هذو ضحايا إسبانيين يتسألوا كيفاش الجلادين من جبهة البوليزاريو ما زالوا يصولوا ويجولوا في إسبانيا بدون محاسب ولا مراقب. هذا المجتمع الإسباني والضحايا الإسبانيين اللي ضحاوا اللي انفقدوا في سجون جبهة البوليزاريو في البواخر الإسبانية اللي هجمت عليهم طاقو ماغو، اللي هجم عليهم جبهة البوليزاريو بأمر إبراهيم غالي. مرحبا وسهلا للجميع. تكنا السلام عليكم ورحمة الله وضحايا جبهة البوليزاريو. هذه راهم الإسبانيين اللي انفقدوا في القارب الإسباني اللي هجمت عليه جبهة البوليزاريو في 76 77 78 واللي وصل إلى 300 ضحية من ضحايا البوليزاريو. شمل حواته ذنبهم الوحيد عنهم يلودوا الحوت. مرحبا وسهلا. وهذا راه المسؤول عنه الاول ابراهيم غالي لانه كان هو وزير الدفاع. مرحبا وسهلا هو اللي اعطى الاوامر. مرحبا وسهلا وهلا. السلام عليكم ورحمه الله. تكنا ضحايا البوليزاريو. هذا قايل سيدي يوسف. هذه الجمعيه اللي في كناريا واللي كتلت البوليزاريو و300 حوات منها راهي تطالب من البرلمان الاسباني عنه يعترف ضحايا البوليزاريو عنه عمل ارهابي من طرف البوليزاريو. مرحبا بكم وسهلا.